ليا الشرف ان اتواجد معاكم النهارده. طبعا بشكر الاستاذ الدكتور عصام هدى على الدعوه الكريمه. انا الرساله اللي هقدمها دلوقتي ان انا يعني ايه جينست الانتي بيوتكس الازمه يعني مش الليفكس يعني. اول حاجه اشوف انا المفروض انا استعمل الانتي بيوتك في عينين برونكيا الازمه ولا لا. فاول حاجه الازمه سيبريشن هي worsening of acute symptoms of asthma with decline in pulmonary function, decline in health status, increasing dyspnea, increasing sputum, increasing with the chest, increasing hyper-responsiveness. The triggers دي مهمة قوي. نمرة واحد وده الترتيب مقصود viral infection, allergen, environmental pollutant, occupational sensitizers, medication especially aspirin. والترتيب ده مقصود ال viral infection reaction بتاعه neutrophilic. neutrophilic أزمة كلنا عارفين انها بتبقى resistant أزمة resilient. هي لو ايزينوفيليك هترسبوند كويس قوي على الكورتيكوسترويدز، لكن النيوتروفيليك ازمه دايما بتبقى سيفير. واللي بيحصل فيها كيموكاين اكتيفيشن. الالرجين ايزينوفيليك، عشان كده اي واحد يشم حاجه ولا اي تريجرز ريحه اكل مش عارف ايه الريسبونس بتاعها هيبقى كويس قوي، لان الكورتيكوسترويدز هي الكورنر ستون مانجمنت اوف برونكيال ازمه. طبعا تي اتش 1 باس واي. الاكيوبيشنال ازمه ممكن تبقى ايزينوفيليك ونيوتروفيليك، يعني ممكن تبقى خلي بالكم في كاتيجوري عندنا احنا يعني مش بننساها دايما اللي هي الاسترويد ريزيستنت ازمه، والاسترويد ريزيستنت ازمه دي نيوتروفيليك. لكن الاكيوبيشن ساعات بتبقى ايزينوفيليك ونيوتروفيليك، مش مفروض مش عارفين الميكانيزم بتاعها ايه. البليوشنز دي نيوتروفيليك يعني برضو رزله شويه في العلاج، وفيها ايبيثيليال وماكروفاج كيموكاين اكتيفيشن. الميديكيشن سبيشالي اسبرين دي بتعمل سيفير برونكوسبازم، يعني ياخد قرص من هنا يخش سيفير برونكوسبازم، ودي بتخش في الاوكتاجونيك اسيد باس واي. الازمه اكسبيشن ممكن يبقى مايلد ومودريت سيفير اند فيري سيفير. لو انت المايلد او المودريت ازمه جات لك انت بتدي شورت اكتنج بيتا اجونست، لو افيلابل نيبورايزر مع العيان مفيش مشكله ويل اند جود. لكن انت لو انت مش العيان بعيد وما عندوش نيبورايزر وكان عمال ما يجي لك بياخد بخاخات عادي، يعني ما تنساش ان البخاخه برضه ميثود اوف انهاليشن، يعني شورت اكتنج بيتا اجونست بياخد 4 ل 10 باف بتتكرر كل 20 دقيقة لمدة ساعة مع بريدنيزولون 1 مللي جرام لكل كيلو جرام، ماكسيمم 50 مللي جرام، وما تنساش الأكسجين. لو في ريسبونس مفيش مشكلة أنت بتعالج أوت بيشنت، لكن لو ما فيش ريسبونس أنت بتخش في البريزيستنت أو السيفير والفيري سيفير. على فكرة عين الأزمة لما بيأزم على طول، يعني لما بيخش من مايلد لمودريت السيفير او الفيري سيفير ممكن ويز شورت تايم مش لازم. طبعا انت لو جالك كده طبعا بتمانج في البيشنت في الاي سي يو. الانتي بيوتيك لها دور ولا لا في الاكوت اكسبيشن؟ هو ما فيش حد، معظم الناس بتدي انتي بيوتيك، حتى مع ان انا قايل في الاول ان هو موستلي فايرال الرجنز بليوشنز اكيوبيشنز medications، ما تقلش bacterial infection زي السي او بي دي. فبالتالي دور الانتيبيوتكس هنا هيبقى عليه كلام كتير. دي ستادي اتعملت على 100 عيان hospitalized for asthma exacerbation في الفتره من 2012 لحد 2015، واتعمل laboratory examination bacteriological investigation، والريزلت بتاعت الستادي كانوا المين ايج بتاعها 53 سنه
The most common cause observation can respiratory tract infection or adherence to treatment. Asthma exacerbation were treated according guidelines. عادية بتاعتنا بتاعت الجينا guidelines. Antibiotic treatment was prescribed حوالي 50% من الناس during respiratory infection. وكانت الانتيبيوتكس اللي بتتاخد على فكره فيري سمبل الدوكساسايكلين لاموكساسيلين الاموكساسيلين جلوفينيك اسيدز و برضه كان فيها كينولونز. The average length of stay was longer in cases in which antibiotic prescribed. The outcome was good in both group with or without antibiotic treatment. يعني في النهايه خالص بغض النظر بقى حضرتك اديت انتيبيوتيك او ما اديتش انتيبيوتيك مش فارق، لان الاكسربيشن بتاع الازمه موستلي ما هوش بكتيريال، هو موستلي فايرال. الكونكلوجن بتاع الاستدي ان الازمه اكسربيشن از مينلي ديو تو فايرال انفكشن which can be treated symptomatically with or without antibiotics. يعني الانتيبيوتكس يعني ملهاش دور خالص في الاكيوت اكسيربيشن اوف برونكيال ازما، بغض النظر على الستيتمنت اللي بتقول ان انا بعد كده بياكواير بكتيريال انفكشن وانا هستنى ومش هستنى. لا، هو المفروض الكلام الصح ده. اما الانديفيدوال اوبينيون ده هيبقى براكسس مش رساله تتقال. هما بقى ايه الاطفال بقى اللي ايه المشكله عندهم مختلفه شويه. هما في الاطفال لقوا ان العيانين اللي عندهم ازمه اللي بيجي لهم اكيوت اتاك لو خدوا 3 دايز ازيثرومايسين او خدوا اسبوعين كلاريثرومايسين المفروض الاوتكم بتاع الازمه بيبقى احسن غير الكبار. يعني الاستادي دي في استادي اتعملت على الازيثرومايسين وفي استادي اتعملت على الكلاريثرومايسين، لقوا ان الامبروفمنت اوف سيمتومز والستي اوف هوسبيتال والكوست والهايبوكسيا بتبقى طبعا وفانكومايسين ومينوغلايكوسايد. اخد ريسبيراتوري فلوروكينولون الون، اخد بيتا لاكتام بيتا لاكتاميز انهبيتور وفانكومايسين، واخيرا مودد الكوليستين. موضوع الكوليستين في كل الرعاية. نشوف الفلور في البي سي سي بي. فعلا الاجابه صح. ودلوقتي خلاص كل الجايد لاينز بتاعت الفاب نيو جايد لاينز قالك انا مشكلتي في الفاب السودومونز، انا بحتاج دول انتي سودومونال بديفرنت ميكانيزم. عندي مجموعه من السودومونال الكاربابينم والايبيبينم والتازوباكتم سلباكتم والفورس جينيريشن كيفالوسبورين، كل دول هيشتغلوا على الدي ان اي. وعايز حاجه تشتغل على السيل وول، بنقي ما بين الليفوفلوكساسين. وهنا بقى الجديد في البريتش جايد لاينز ان خلت الليفوفلوكساسين في الفاب والهاب توايس ديلي 500 توايس ديلي او الامينوجلايكوسايد. يبقى انا هختار من المجموعه دي دراج واختار من المجموعه دي دراج. يبقى انا عندي دول انتي سودومونال اشتغلوا بديفرنت ميكانيزم. طيب ادي حاجه للميرسا ولا لا عشان الموضه بتاعت الافروزوليد والتيكوبلانين المنتشره في الرعايات. ريجاردنج للايدس 2018 كل مستشفى عملت كالتشرز في اخر سنه ولقيت ان اكتر من 10% من العيانين اللي جالهم هوسبيتال اكوارد نمونيا او فاب نمونيا كان عندهم ميرسا، يو ماست ستارت انتي ميرسا. لو الداتا دي مش عندنا في المستشفيات نعمل كالتشر. انا اعتقد ان مستشفياتنا كلها ميرسا، وبالتالي هينطبق علينا الجمله بتاعت الدول انتي سودومونال بديفرنت ميكانيزم مع الانتي ميرسا. والانتي ميرسا هتنقي من مجموعه اللينوزوليد ومجموعه الديكو ايه بلان. مش هطول على حضراتكم اكتر من كده. اند ميني ثانكس فور يور اتنشن. انا عندي حالات ثانيه بس عشان نتفرج.